لك الفول كمية. ما ينفعش الفلوس كاملة تأتي على أساس إيش خط. هذا يعني كائنا من كان طرح هذا. نشيبه. إذا فعلا الكلفة ستكون أقل قريبة زيادة شوية أما 10 أضعاف لا. حساب زيادة يعني أقول لك بقول صراحة. أيوه. إذا أنا مهندس. هل بنحترض على مهندس يتكلم في وزارة أو مكتب هندسي ينزل مثلا في بلادي يصمم واقول ما بنعمل من هنا لا انت ما ندير لك الملاي لانه بالنسبه له المهندس بيعف ويعرف ويتعب ويطلع وينزل اكثر مني صح. حتى لو انا من ابناء البلاد احتمال انا بنمشي من فوق الصخر وحاجه نفسي انه صخر بنسبه 100% بينما المهندس كان يفز المطرقه ولا يفز حاجه مختبره وانه لقيها هش او بنسبه 50% يعني بيحاول انه يختار افضل مساء يخدم المجتمع اقل تكلفه. انا بالنسبه لي مستغرب ان انتم بالنسبه لكم تشتوا يعني مسار على رايكم. لا 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 على راي المهندس لا 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 احنا الان الهيئه الاداريه وقفت على ثلاثه مسار تمام الانسب والان نزلنا الى هناك وجدنا الانسب تمام وقف على ثلاثه مسار الهيئه الاداريه كامله كل هنا مجموعين المنصور وانا والكل على ثلاثه مسار المسار من الطريقة يخرج الضاحة ويجي على الجبل تمام يا رب والمسار القديم اللي كنتوا أقريته اللي هو الصخري تمام.